السلام عليكم ورحمة الله. سمارت ستيب بريب 2 سكند تيرم يونت 8 ريسايكلينج إعادة التدوير. نبدأ مع بعض ريفيجن على اليونت اللي فاتت سنة تانية. What would you say in each of the following situations؟ هتقول إيه في المواقف التالية؟ Number 1 your sister fell and broke her arm. هي وقعت وكسرت إيدها. ممكن أقول لها إيه في الحالة دي؟ Get better soon، يعني هتتحسن إن شاء الله قريب. ممكن أقول لها I wish you a speed recovery، أتمنى لك شفاء سريع. Number 2 Your friend's uncle has died. صديق عم صديقي توفى. Has died. هقول له طبعا I am sorry to hear that bad news. أنا حزين لسماع هذه الأخبار السيئة. New hookup. Landfill site اللي هو المكان اللي بيتكب فيه النفايات. مكب النفايات، المكان اللي تتجمع فيه القمامة عشان يبتدوا يشوفوا إيه اللي ممكن يتعمل له إعادة تدوير وإيه الحاجات اللي إحنا هنتخلص منها. تاني حاجة. بلاستيك بوتلز اللي هي الازايز البلاستيك. Number 3 old tires. old tires اللي هي الاطارات القديمه اللي هو عجل العربيات القديم، ده بيكون مصنوع من ماده المطاط. old tires اطارات قديمه. candles معناها شموع. cans اللي هي العلب المعدنيه. cans العلب المعدنيه، طبعا هي can العلبه المعدنيه singular noun واس دي للبلورال او للجمع. flattened cars السيارات المسطحة، وده بيكون في أماكن تجميع السيارات الخردة بيتم عملية كبس للسيارات عشان يقدروا يستخرجوا بعد كده منها المعادن الميتال اللي هي متصنعة منه ويعيدوا تصنيعه مرة تانية. flattened cars سيارات مسطحة. لوم، كلمة لون معناها النول أو الحاجة اللي بنستخدمها علشان نعمل بيها النسيج. أداة يدوية كانت بتستخدم للنسيج. mud oven الفرن الطيني او الفرن الحراري، ده كده الفرن اللي هو القديم بيبقى مجمول من الطمي وبيتم تشغيل النار وبيتخبس فيه اي حاجه زيه زي الفرن العادي. mud oven الفرن الطيني. examples number 1 if you boil water لو انت بتغلي الميه it evaporates هي هتتبخر. نلاحظ كده عندنا اللي احنا استخدمنا قاعده if تايب 0 الحاله الصفريه، وايه في الحاله الصفريه كانت بتربط جملتين في البريزنت سيمبل، ودي كنا بنستخدمها لما بنيجي نتكلم عن الحقائق العلميه او الحاجات الثابته. يعني بقول له if you boil water لو انت بتغلي الميه ايه الحقيقه، ايه اللي هيحصل؟ it evaporates هي هتتبخر. طبعا ده فاكت. لو يعني احنا طبعا لما نيجي كده نراجع البريزنت سيمبل او السبجكت بتاعي يو وي ذي اي او بلورال ناون، الفيرب لازم يكون كان بيكون الفعل انفينيتيف في المصدر. هي او شي او ايت او سنجلر ناون، الفيرب هيكون مضاف له اس او اي اس او اي اس. يبقى كلمه اف اداه ربط تربط لي بين جملتين، الجمله الاولى بتمثل لي الشرط، الجمله الثانيه بتمثل لي جواب الشرط. التايب اللي قدامي او الحاله اللي قدامي هنا زي ما سمعنا اسمها الزيرو كونديشنال او الحاله الصفريه اللي بتعبر عن الفاكتس، بتعبر عن الحقائق، سواء كانت الحقائق دي هي حقائق علمية أو states أو حالات ثابتة بالنسبة للسبجكت اللي موجود في الجملة. كمان example كده عليها oil floats الزيت بيطفو. if you add it to water لو ضفته إلى الماء، لو حطيت زيت على المية الزيت هو اللي هيطفو على سطح المية. طبعا برضو دي fact. زي ما ممكن أستخدم if كرابط في بداية الجملتين ممكن تجيلي في وسط الجملتين. طبعا هنا عندي oil singular noun يبقى floats verb تم إضافة s ليه، السبجكت الجملة التانية you، الفيرب كتبناه infinitive. يبقى أنا أقدر أعرف إن كلمة if أداة ربط if ممكن تيجي في أول الجملة وممكن تيجي في نصها، وطالما إحنا في الحالة الصفرية فهي بتربط جملتين في present simple، وده بيتكلم على الحقائق العلمية أو الحقائق الثابتة. طب لو جينا number 3 if you eat too much you will become fat. لو أنت بتاكل كتير في الوقت الحالي أو في present simple يقول ايه اللي هيحصل لك في المستقبل؟ يو ويل بيكم فات، سوف تصبح سمين. هنلاحظ هنا ان في اختلاف. اول جمله في اول جمله كانت في البريزنت، بس تاني جمله لقيناها في الفيوتشر سمبل ويل. يبقى احنا كده دخلنا في حاله ثانيه اللي هي انهي حاله؟ الفيرست كونديشن اللي هي الحاله الاولى. الحاله الاولى سنه ثانيه بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن something that is likely to happen، شيء محتمل الحدوث، حاجه استنتاج منطقي ممكن يحصل بسهوله. لو انت بتاكل كتير انت كده ممكن تتخن، ده شيء ممكن يحصل مش صعب حدوثه، ده تأثير منطقي للشرط اللي موجود عندي في جملة if. يبقى الجملة اللي مع if او جملة الشرط في ال first conditional او في الحالة الشرطية الأولى دايما هتكون present simple. طب الجملة التانية بتكون future simple. نتيجة على الحالات الأولانية.
الاولاني استخدام كلمه ويل. وممكن استخدم ايه بدل ويل؟ ممكن مي ممكن كان وممكن استخدم كلمه شود. او ممكن يجي لي اوردر زي مثلا if you are tired لو انت بتشعر بالتعب go to bed روح نام. طب نشوف كمان اكزامبل. you will succeed if you work hard انت سوف تنجح سوف تنجح لحاجه في المستقبل if لو عملت ايه if you work hard لو انت بتشتغل بجد. هنلاحظ هنا if ربطنا بيها الجملتين بس جبناها هنا في نص السنتنسز بين الجمل. برضو دي الحالة الأولى بعد if أو جملة الشرط دي present simple عندي هنا you verb infinitive والجملة الثانية future باستخدام will. طب example number 5 بقول if you were young if I were young لو أنا كنت شاب I would join the town football team كنت انضميت لفريق كرة القدم الخاص بالمدينة. على كده لو احنا روحنا للجملة الأولى أنا عندي برضو كلمة if إذا لو بس لقيت الجملة بتاعتي هنا في زمن الإيه؟ الباست simple. If I were young وفي نقطة هنا هنرجع لها كمان شوية. الجملة الثانية قلنا إيه؟ subject بس بعد كده استخدمنا إيه؟ would. بعد كده البيز فيرب أو الفيرب infinitive الفعل في المصدر. طب باست سيمبل بس لاحظنا حاجة ولا لأ؟ subject هنا إيه؟ أي أي استخدمنا كان المفروض ياخد was كان المفروض ياخد was بس استخدمنا where ليه؟ قال لي التايب أو الحالة اللي قدامي دي من قاعدة if دي الحالة التانية بتعبر عن imaginary situation تعبر عن موقف خيالي. طيب هل غلط إن أنا أستخدم was؟ قال لي لا طبعا هي صح بس بما إن الموقف كله خيالي فإحنا كمان هنستخدم حاجة خارجة عن القاعدة إن أنت أيا كان السبجكت اللي عندك هنا حتى لو singular subject هتستخدم where لو انت جملتك فعلها الاساسي verb to be يعني حتى لو كان subject هي او she برضو هستخدم where لو subject هي او she او it برضو هستخدم where يبقى مع كل الضمائر هنا لو انا بستخدم verb to be هستخدم subject تاي ايه where يبقى الحالة الثانية من قاعدة if يا سنة تانية بتعبر عن imaginary situations بتعبر عن مواقف تخيلية او ممكن تعبر لي عن مواقف صعبة الحدوث او مستحيلة الحدوث في الوقت الحالي في زمن الـ present. طبعا انا هنا بتخيل لو انا اصغر سنا طبعا دي حاجة مش ممكن تتحقق لان انا مش هرجع في السن. لو انا كنت في الحالة دي كنت اشتركت في فريق كرة القدم يبقى بعد if او جملة الشرط هتكون في حالة الـ past simple. الجملة التانية استخدم فيها subject would verb infinitive ممكن طبعا ان انا استخدم برضو if كرابط ما بين الجملتين يعني تجيلي في نص الجملة. هنا برضو هنلاحظ في نمبر 6 ان برضو احنا لسه في الحالة التانية القاعدة if اللي هي الحالة التخيلية او الخيالية. if I were you لو انا كنت مكانك هنا انا بتخيل نفسي لو انا كنت مكانك وهنلاحظ بعد if جت جملة الباست سيمبل يعني احنا دلوقتي في الحالة التانية. طيب بنحط كومة وبعدين الجملة التانية بيكون فيها would والverb infinitive لو انا كنت مكانك I would see a doctor. لو هتلاحظ ان من شكل السنتنس بتاعنا اللي هي ممكن تكون نصيحة بس بطريقة غير مباشرة لو كنت مكانك انا كنت هزور الدكتور او كنت اروح للطبيب لان انا مثلا شايفك ان انت مريض او مستاهل النصيحه ديت. فمعنى كده ان انا بستخدم السكند كونديشنال او الحاله الثانيه من قاعده الايف تو جيف ادفايس علشان ادي بيها نصيحه. نمبر 7 unless he goes to school he will fail اذا لم يذهب للمدرسه سوف يرسب او سوف يفشل. اذا لم يعني معنى كده ان unless بتساوي ايه في المعنى؟ بتساوي if not. بتساوي if not يعني لو انا بقول لحضرتك كده if he doesn't go to school يبقى دي كده هو لم يذهب للمدرسه يبقى unless عوضت عن if عوضت عن النفي اللي المفروض كان يكون موجود في الجمله. طب قال لي هل unless دي بتكون تبع الفيرست ولا السكند ولا الزيرو كونديشنال؟ قال لي unless دي بتستخدم زي if بالظبط في كل حالتها كل حالتها. طب انا عندي هنا الحاله الكام؟ هنا الحاله الاولى لان الجمله الثانيه في مستقبل وفي الجمله الاولى في البريزنت سمبل. اكسلنت. يبقى إذا لم يذهب للمدرسة سوف يرسب يبقى معنى كده إن الجملة هنا جملة الشرط معناها مقصود بيه الإيه؟ إنه يكون منفي. يبقى إحنا هنا يا سنة تانية بنعبر عن degrees of hypothesis درجات الافتراض أنا بفترض مجموعة من الحاجات باستخدام if كرابط شرطي. أول حاجة الـ zero conditional بتعبر عن إيه؟ facts and general truths يعني الحقائق العامة أو الحقائق العلمية الثابتة. تمام. بيبقى وقلنا اللي هي التكوين بتاعها if بتربط بين جملتين والجملتين بيكونوا في present simple tense. excellent. لو انا بستخدم first conditional او first type condition الحالة الشرطية الاولى يبقى انا كده اقصد logical او likely results نتائج منطقية وممكنة الحدوث بسهولة.
ده بيكون في present أو future. جملة if بتكون في زمن present simple، والجملة الثانية بتكون في زمن future with will، وممكن أبدل will بكان أو may أو must، ودايما بيجي بعد الأفعال الموديل ديت الverb infinitive. ما بالنسبة بقى للsecond conditional أو الحالة الثانية، فدي بتعبر عن إيه؟ imaginary، يعني حالة تخيلية أو خيالية أو غير واقعية أو غير حقيقية أو صعب حدوثها في الوقت الحالي. unreal أو unlikely results، نتائج غير حقيقية أو غير ممكنة الحدوث. وفي الحالة دي بستخدم if. الجملة اللي بعدها بتكون دائما في زمن الباست سيمبل، الجملة الثانية بتاعتي أو الجواب الشرط بيكون subject would زي الـ base verb. ممكن أستخدم could أو might بدل كلمة إيه would، وده طبعا على حسب المعنى اللي أنا عايز أوصل. والـ base verb اللي هو الـ verb من دون أي إضافات خالص، اللي هو بنقول عليه infinitive في المصدر. طبعا لو أنا عايزة أستخدم ما يدل على النفي اللي هو ما يساوي if not، هستخدم كلمة إيه unless، واتفقنا إن unless هي بتساوي if في كل حالتها. تعالى كده let's exercise. أول سؤال بيقول لي rewrite. Number one, it's bad of you to neglect your study if I were you. ان انت تهمل دراستك، وعايزه هنا اديك النصيحه دي بدل الطريقه اللي عندي بدل it's bad for you هقول لك ايه if I were you. طب يا ترى احل ازاي؟ هقول لك لو انا مكانك انا ههمل ولا مش ههمل؟ لا ما كنتش ههمل دراستي، مش ههمل دراستي. يبقى معنى كده ان الجمله الثانيه لازم تكون في حاله النيجاتيف. يبقى if I were you I wouldn't neglect my study. أنا بقول لك لو أنا مكانك، يبقى خلي بالك من الضمائر. If I were you يبقى معنى كده أن هنا لازم تكون I wouldn't، وطالما I يبقى my study مش your study، لأن أنا هنا بديك النصيحة بشكل مباشر في صورة أن أنا لو مكانك هعمل إيه. طبعا دي type 2. Hard work، العمل الجاد leads to success، بيقود إلى النجاح. هنا عايز استخدم قاعدة if. طب هنا انا استخدم if في الحالة الكام؟ قالي ده شيء ممكن الحدوث، سهل ان هو يحصل. لو انت بتشتغل باجتهاد هتنجح. if I worked hard، لو انا عملت بجد I will succeed، سوف ايه؟ انا سوف انجح في المستقبل. I will succeed، انا بجتهد هنجح. طبعا ده شيء ممكن الحدوث، يبقى استخدم الحالة الاولى. number 3، without a good plan your time is wasted. بدون خطة جيدة وقتك ايه؟ ضايع او وقتك مهدر. انا عايز استخدم unless، يبقى هقول لك اذا لم يكن لديك خطه. لو ما عندكش خطه كويسه يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتهدر وقتك. يبقى هنقول ايه؟ unless you have a good plan، يعني لو انت ما عندكش خطه كويسه، لو لم يكن عندك خطه جيده او خطه كويسه you will waste your time، انت سوف تهدر وقتك. وهنلاحظ هنا اللي احنا في قاعده if type 1 في الحاله الاولى، بس احنا بدلنا بدل if not بكلمة unless. طبعا احنا هنا ليه استخدمنا الحالة الأولى؟ لأن دي نتيجة منطقية. يبقى احنا هنستخدم هنا الحالة الأولى اللي هي present simple، والجملة الثانية future simple. Before we lost our way، احنا تهنا because we didn't have a map، لأن احنا ما كانش معانا خريطة. طيب تعالى كده لو انت بصيت على الجملتين هتلاقي ان النتيجة اللي حصلت الاثنين في زمن الايه؟ في زمن الباست. طيب انا عشان استخدم if هقول ايه؟ هقول لو كان معنا خريطه. يبقى انا كده هعمل ايه؟ هتخيل. يبقى هستخدم الحاله الكام؟ الحاله الثانيه. يبقى هنستخدم if بعدها زمن باست سيمبل، والجمله الثانيه would infinitive. if we had a map، لو كان معنا خريطه we wouldn't lose our way، ما كناش هنتوه في طريقنا او ما كناش هنضل طريقنا. يبقى احنا هنتخيل عكس الايه؟ الحاجه الفعليه. لكن الواقع واللي حصل اللي احنا فعلا تهنا في الطريق لان احنا ما كانش معنا خريطه. تعالى نروح لتاني حاجة هنتعلمها في اليونت ده، اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز اللي بنتعلمها في اليونت. النهاردة عايزين نتعلم ايه؟ How to express worry and fear، ازاي تعبر عن قلقك وعن خوفك من حاجة معينة. طبعا في كذا طريقة، واسهل طريقة الشكل المباشر ان انا اقولك انا قلقان من الحاجة الفلانية. I am worried about، انا قلقان من كذا. I am worried about the exam. I am worried about my father. يبقى I am worried about ايه. تاني حاجة ان انا اقول good heavens، يا الهي. دي expressions الاجانب بيستخدموه لما يكون عادة خايف من حاجة. I'm frightened، انا مرعوب او انا خائف. طبعا ممكن اقول I am frightened of، لو انا هكمل من ايه يبقى حرف الجر اللي انا هستخدمه بعد كده of. طب عشان بقى انت تقول لي انا خايف او الحاجة الفلانية هيكون في دايما reply، رد الكلام ده كله. ممكن اقول لك زي it's okay don't worry، طيب خلاص ما تقلقش don't worry، يعني لا تقلق. يبقى اكيد اول حاجة هعملها ان انا اطمنك. او ممكن اقول لك don't panic، يعني لا ترتعب، يعني ما تخافش. كلمة panic يعني يرتعب او يخاف بشدة.
يبقى انا هقول لك don't panic، لا ترتعب، اللي هي زي don't be afraid، ما تكونش خايف. تعال كده نشوف هنعرف نرد على situations دي ولا لا. Number one, you have an exam and you are worried. يعني انت دلوقتي عندك امتحان وقلقان، فهنا المفروض تقول ايه في الموقف ده؟ عبارة عن قلقك هتقول ايه؟ I am worried about my exam. اكيد هتقولي انا قلقان من الامتحان. Number two, you see a big dog barking. انت شايف كلب كبير بينبح، طبعا انا كده هبقى خايف، هقول ايه؟ I am frightened، يعني انا مرعوب. I am frightened. Your brother is afraid. هو خايف. When the light went off، لما الكهرباء او النور قطع، طب ممكن أنا هنا اقول له don't worry، يعني ما تخافش او ما تقلقش، او أنا عايز اقول له إيه؟ don't اطمنه إيه؟ don't panic او it's don't okay worry. don't worry. Sell yourself number one, rewrite. You are too young to get a job. عايزين هنا نستخدم قاعدة if. Number two, you should revise your lesson regularly. عايزين برضو نستخدم هنا قاعدة if. See you soon and goodbye.